أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أكدت أن المجلس يعمل بتوجيهات سديدة من رئيسته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وذلك على تضمين المرحلة المقبلة من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية حزمة من التدابير النوعية المرنة لاستدامة حضور المرأة البحرينية في الشأن الاقتصادي الوطني. جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية عمل بين المجلس الأعلى للمرأة ممثلا بالأمين العام سعادة الأستاذة هالة الأنصاري والدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي ممثلا لشركة مياسم القابضة. وبموجب الاتفاق كلف المجلس الأعلى للمرأة أو كلف المجلس الأعلى للمرأة شركة مياسم بتقديم الخدمات الاستشارية والتطويرية لمركز ريادات ودعم رائدات الأعمال البحرينية للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة على المستوى الوطني وتحفيزهن على الابتكار والإبداع والتميز وتطوير المنتجات بما يلبي مواصفات الجودة المطلوبة محليا وعالميا. وأعربت الأنصاري عن تفاؤلها إزاء التطورات الكبيرة التي يشهدها المركز، مؤكدة دعم المجلس لجهود جميع الجهات المساهمة في تطوير ريادات ليواكب التوجهات العالمية الحالية والمستقبلية في مجال ريادة الأعمال. من جانبها أعربت الدكتورة الشيخة مي بنت سلمان العتيبي عن شكرها وتقديرها للدور الذي تتولاه صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من أجل دعم تقدم المرأة البحرينية في جميع المجالات بما في ذلك الشأن الاقتصادي، مؤكدة أهمية الدور المناط بمركز تنمية قدرات المرأة البحرينية ريادات. طبعا مثل ما تعرفون المركز ابتدى ببداية متميزة في عام 2013 مع افتتاح صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة للمركز، وبمشاريع نوعية ومتنوعة. واليوم طبعا مع وجود التحديات الاقتصادية وما فرضته الجائحة من تحديات اقتصادية على مستوى كافة المشاريع، لابد ان احنا اليوم نعيد النظر في ما يتم تقديمه للمشاريع الاقتصادية، ولابد ان احنا نعيد النظر اليوم في آلية التعامل مع المؤسسات نظرا لما تتطلبه اليوم سوق العمل من احتياجات ومن متطلبات في مجالات مختلفة. فاليوم إن شاء الله إحنا متفائلين مع وجود شراكات جديدة لمركز ريادات مع شركة إدامة ومع شركة مياسم لتطوير المركز وتطوير نوعية المشاريع والارتقاء بمضمونها، بحيث إن إحنا اليوم نقدر نواكب ما تم من تحديات.